هل يمكن للمرء أن يتخيل شرق أوسط موحد في سلام ومساواة؟ بهذا السؤال أقيم مهرجان اتحاد الشرق الأوسط في العاصمة الألمانية برلين بإشراف من مجموعة من اليهود المقيمين في ألمانيا وبمشاركة عدد من الأدباء والشعراء وموسيقيين ممن يحملون هويات شرق أوسطية. ناقشوا على مدار 4 أيام سبل الإجابة على السؤال المذكور. والمهرجان هو 4 أيام وإحنا بنحكي في كتير أشياء، كمان موسيقى كمان أدب، والناس يكونوا مع بعض ويحكوا على الموضوع وبيفكروا يعني العالم جديد فيه بدون خدود بالشرق الأوسط بدون حرب، والناس بقدر يروحوا من مكان لمكان يعملوا يحكوا مع بعض يعملوا يكتبوا أدب مع بعض يشركوا ويشوفوا العالم تاني عالم جديد. وشارك في المهرجان شخصيات أكاديمية من عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحدثوا بوضوح عن عمق الصراعات الناجمة عن اختلافات إثنية ودينية بل وطائفية أيضا وسبل حل تلك الخلافات بغية تحقيق الهدف من مشروع اتحاد الشرق الأوسط. لقد قمنا بدعوة العديد من الفنانين والنشطاء والمفكرين من هويات شرق أوسطية ويقيمون في أوروبا، لكن لم يستطع عدد منهم الحضور بسبب قيود كورونا، والأهم أن كل هؤلاء يتحدثون من شمال إفريقيا وإيران وكردستان وفلسطين وتركيا على أنهم جزء من هذا المشروع. ويتفق معظم المشاركين في المهرجان على الديمقراطية كأساس لإرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومن ثم الجلوس على طاولة حوار تتسع للجميع. The best idea with all its limitation is to have a democracy. أعتقد أن الفكرة الأهم لحل النزاعات في الشرق الأوسط تكمن في نشر الديمقراطية وحصول الجميع على كافة حقوقهم من الأقليات والأكثرية على حد سواء كالشعب الكردي والفلسطيني واليهودي أيضا وإنهاء حالة القمع للسلطات الحاكمة في هذه المنطقة. Kurdish people, Palestinian people, Jewish people have to have their rights. بات من الضرورة إيجاد حلول للأزمات في الشرق الأوسط سبيلاً لوقف الدمار وإراقة الدماء على أن تتفق شعوب المنطقة فيما بينها. محاولة إيجاد اتحاد شرق أوسطي على غرار الاتحاد الأوروبي تبدو هدفاً صعب المنال في الواقع العملي ويحتاج لإنهاء الصراع في منطقة لا تخمد نيران الحروب فيها. عماد ثلاثة اليوم برلين.